وحول موضوع ميثاق العمل الوطني معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذ غازي المرباطي رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق. سيد المرباطي، كيف ساهم ميثاق العمل الوطني منذ تأسيسه في عام 2001 في دعم مسيرة العمل البلدي في مملكة البحرين؟ مساك الله بالخير أخي الكريم والأخوة المشاهدين. طبعا ميثاق العمل الوطني ساهم بشكل كبير في نقل العمل البلدي في مملكة البحرين نقلة نوعية ومتقدمة جدا. طبعا لا يخفى على الجميع بأن النظام الإداري الذي كان متبع قبل ميثاق العمل الوطني كان النظام المركزي، أي اختزال جميع القرارات لدى الجهاز التنفيذي في الدولة. وبعد انطلاق ميثاق العمل الوطني ودستور 2002 جاء ليوزع الاختصاصات الوظيفية بين الجهات الرسمية وبين يعني جهات منتخبة تمثل القواعد الشعبية. وهذا المفهوم طبعا مفهوم إداري جدا متقدم كمبدأ ديمقراطي، وهو اللامركزية الإدارية. هذا حقيقة جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة عندما يشرك المواطن، عندما يشرك الجمهور في اتخاذ القرار وإدارة شؤونهم الإدارة المحلية. طبعا هذا يحسب حقيقة لمملكة البحرين والرعية الثاقبة لجلالة الملك حفظه الله ورعاه في جعل المواطن شريك أساسي في اتخاذ القرار، خاصة في إرساء مبدأ التطور والارتقاء في موضوع اختيار مشاريعه. لا ننسى حقيقة أن المواطن أصبح شريك أساسي حقيقة مع الأجهزة التنفيذية في اختيار المشاريع. المواطن يشرك، المواطن يسأل، أحيانا المواطن يرفض. هذا يعطيك انطباع بأن البحرين تقدمت ديمقراطيا وتقدمت في مسيرة الإصلاح والتطور. نعم أستاذ الكريم. إذن الأستاذ غازي المرباطي رئيس المجلس البلدي بمحافظة المحرق، شكرا جزيلا لك.